عندك القدره على اعلان مخالفتك، والا تعرفون التاريخ، التاريخ والجغرافيا انقبر بها الاف الدافنشيات اللي احنا ما عرفناهم، استحوا يعلنون عن نفسهم، ما عرفوا يعلنون عن نفسهم، او الحرب طحنتهم، او السياسات طحنتهم. هوايه انا دائما اضرب لكم امثله، يعني اضرب لكم مثال على فنان عراقي يكتبوا اسمه منعم فرات، باعوا منجزاته يعني بالنسبه لي عادل بيكاسو منعم فرات، لكنه منعم فرات راح برجلين انتهى، لانه يعني جاء بالزمان والمكان الخطا. وهكذا القضيه المفاهيميه حقيقه، القضيه الفكريه بيها فد لعبه جميله جدا. شوفوا عمليه انتاج الفن بها مراحل، يعني هسه انت اذا انت يعني انت تريد تاسس لنفسك بدون ما تقرا العمليه الابداعيه لشاكر عبد الحميد، او العمليه الابداعيه في التصوير، او اسس الابداع، بدون ما تقرا اي شيء، انت لوحدك تقول انا والله شلون اطلع اللوحه. اول شيء انت عندك صوره ذهنيه، وورا الصوره الذهنيه انت عندك مهارات وقدرات محددات، يعني هذه محددات عليك، وهي المهارات عندك، يعني من ضمن المهارات عندك لعب يعني تقدر تشتغل بالماده، تقدر تلعب بالماده، تعيد تاهيلها، تعيد ترتيبها، مو تمام؟ احنا مو قلنا عمليات تفكير، هو تنظيم المجهول حتى نوصل للمعلوم. انت هم نفس الشيء، الالوان تخبط اصفر واحمر واخضر وكذا، وتاسس خطوط توهم ان هذا فقر وهذا ما ادري منهم وهيك. وهاي المهارات بالاخير انت من تطبقها تنطيني بنية. يعني البنية شنو؟ طول وعرض وعليها ألوان ومساحات. هاي البنية احنا نسميها لوحة. واللوحة شتبث؟ اللوحة شتبث؟ تبث صورة، تبث الصورة. شباب الصورة ليست اللوحة، ترى هسا يفتهموها لكم هذا يفت باص، يعني حتى واحد إذا حبكم يشتغل على هالموضوع، موضوع جميل جدا. انت ورا ما تسوي البنية، هذه البنية تبث صور. طبعا هذه الصور منها صور يعني خلينا نقول مادية مؤثرة مباشرة، ومنها صور سبيرتشوال روحانية، منها صور معلنة، منها صور ظاهرة، منها صور تعبيرية تجريدية ميتافيزيقية مفهومية، بالأخير راح تصير. وكل ما تقدم يعني شوف، كل ما نمى الفكر، كل ما تطور الفكر، كل ما زاد حضور المفهوم في الأشياء. يعني شلون هسه أنتم بتقرون على ماركة مال سيارة كلش طاقة، يعني شو يقولون عليها؟ يكتبون عليها كونسبت. تعرفون يعني شنو كونسيبت؟ يعني عصارة مفهوم شركة صناعات السيارات هذه، أضيفت كل المفاهيم أضيفت بالكونسيبت، حتى نفس الطراز. يعني جكسارة مثلا أكو بيها في الطراز اسمه كونسيبت، هذا بكل يعني بشغل المفهومي، بآخر ما وصل للعلم، آخر ما وصل للتفكير، آخر ما وصل للثينكينج، هذا الجدل، هذا الحوار. وهذا نفس الشيء اللي صار عندنا بالفن. الفن، كل الفن من تأسس إلى أن أنت، هو عبارة عن معرض للكونسيبتات، معرض للكونسيبتات شلون تشتغل. وكل ما تقدمنا طبعا يستفحل الكونسيبت، يكبر ثلاثة اللي قدام اللي قلناهم، اللي هي الصورة الذهنية والمستلزمات الإنتاج، سواء مهارة الفنان أو معطياته، أو مكان التاريخ والجغرافي، أو وين انخلق، بيا قسمه، بيا حاضنة، او الصوره اللي هو قادر على انجازها، او بالاخير هذا الكونسيبت الصوري اللي تبث، يعني البنيه تبث الصور من خلال الكونسيبتات. وبالاخير الفنان صار كلش يعني احتال على الوجود والمعرفه، وقام ينتج بس كونسيبتات. قال انا شو اسوي بهاي الخريطه كلها؟ صوره ذهنيه وبنيه وما ادري منه مهارات، خلي انتج بس كونسيبتات، بس مفاهيم. واول البارحه واحد باع مفهوم لتمثال، شاور واحد عليه واشتراه منه ب 18,000 دولار، ووقع له صيك وقال له يابا هذا التمثال الحكاية، بس الله هو واني ندري بيه، وصار ملكي مو ملكي بعد وخلص. هذا يعني اخر طقوق للكونسبتات، خاف بيكم واحد يحب يسولف، لا يسولف بعد ويا واحد زين. شوفوا هاي المسافة بين الصورة الذهنية اللي انت تفكر بيها، لا تروح حسن للكونسبت، اوصل لي للبنية المنجزة. انت كل ما كنت عبقري، كل ما كنت عبقري، المسافه بين الصوره الذهنيه اللي انت تفكر بيها والبنيه المنجزه اللوحه مالتك تصفر، تصير صفر. ولذلك بيكاسو مو شخبط راسا يوقع، لان هو مؤمن انه الصوره الذهنيه مالته من رسم، هو نزل نفس الصوره الذهنيه. شلون حيال يقول انا بالعشرين ارسم كالعمالقه، وبالخمسين تعلمت كيف ارسم كالاطفال،
بدأ يشتغل على السليقة، بدأ يشتغل فري هاند فري مايند، ما يعيد مثل الموسيقي، ما يعيد ولا يأثث ولا يسوي الريهابيتيشن ولا يسوي فيرنيتشر يعني 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 يسوي فن استعراض جمالي. كل ما يطلع من عنده يوقع يعني يعني وصولا الى حوار صار بينه وبين واحد بالمطعم، فقال له ارسم لي، فرسم له، قال له وقع لي، قال له لا انا اعطيك 500 فرنك وانت روح، انا ما اوقع لك، توقيع هذا فلوس. وصل الى هذا القضية، وصل الى هذا المحتوى. كل ما كان الفنان جينياس، كل ما كان الفنان عبقري، كل ما تتصفر المسافة بين البنية الصورة يعني اللوحة المنجزة وبين الـ 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 يعني وبين ما هو يحلم به. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وطبعا هو أنا راح ينطي من عصارة روحه، راح يسلم من ذاته على العمل الفني، وهو طبعا يشوف بأعماله قد اللي ما يشوف الآخرين. ولذلك من يصير اسم يصير لوجو، يصبح كل ما ينتجه هو عبارة عن يعني محطة لجذب الأنظار وتسابق المقتنين باعتبارهم اعترفوا لي قدام انه هو جينيوس. هذه المسافة اللي يقول عليها، المسافة بين الصورة الذهنية والبنية والمفهوم، هذا الثلاثي شباب، هذا بيفتح حوار جدل. تعرفون شنو جدل؟ ديالوج. هذا الديالوج قبل ما يصير الجدل، كل جدل لازم يتأسس أول مرة بمونولوج. المونو يعني أحادي، يعني أنت أول شيء يحاور الفنان هو ذاته، فيحاور بالمونولوج، يحاور الإنتاج الفني ويبدأ يعدل ويهذب ويسوي الهابيتيشن إلى أن يوصل إلى منطقة من يكبر يصير ديالوج. هذا الديالوج اللي هو الجدل، هذا الجدل هو حوار معلن وسري، اولا بين الفنان وما انجزه، يعني يشوف هو شنو سوى، يقعد يهذب لو يعوفه هيجي، وثانيا بين المنجز هذا والمتلقي، يعني بين المنجز وما يقوله المنجز، بين اللوحه وما تقوله اللوحه، يعني هذا ما تقوله اللوحه راح يختلف من الصفر الى يعني الى المليار، راح يختلف حسب ظرف التلقي، حسب نوع المتلقين، يعني ما يسعدك في زمان ومكان يبكي آخر في زمان ومكان آخر. يعني تعرفون مثلا اللون الأبيض هو رمز الحزن في جنوب شرق آسيا، نفس الوقت اللي هو اللون الأسود عندنا، وهكذا. هذه الرمزية، هذه الإيقونية، هذه اللي تصنع هي بناء على هذا التراكم المعرفي. الفكرة هذه المسافة بين المفهوم الكامل في الذهن، المفهوم البدائي الأولي، والاحترافية في الإنتاج أو مهارة الإنتاج، والبنية المنجزة وما تبثه من مفهوم حقيقة. هذه دائرة مهمة جدا رافقت، يعني هذا الرباعي اللي أنا قلته هسه، هذا مسطرة ممكن أن نسلطه على كل المنجز الفني ونطلع منه بحوث يا بحوث، وما تخلص هذه البحوث حقيقة لفحص المفاهيم. يعني أنا سأذا أقول لكم صورة الثور على جدار الكهف ويما الإنسان المختزل، وين المفاهيم بيه؟ شلون ما بيها مفاهيم؟ بيها مفاهيم كثيرة، وكتبت عليها مؤلفات، وكتبت عليها كثير من التفاصيل اللي تحاول أن تبرر. شوفوا يعني خلي أقول لكم مثال بسيط على المفهوم شلون يشتغل. شلون غورغي غاتشيف، أنا قلت لكم أقروا الوعي والفن، أقروا التصور والفن والتصور المادي للتاريخ لجورج بليخانوف، قلبوه نشوفون حتى صير عندكم لسان شلون أنسحتوا ياكم يعني بطريقه كل شيء مسيطر بيها، انتم هم تقوم هيك تحكون بطريقه مسيطرين بيها. شلون غورغي غاتشيف وعلماء روس كثيرين اشتغلوا، يعني من ضمنهم كثير من الاسماء ما اريد اوقفكم بيها، شلون توصلوا الى نتيجه انه هذا الفنان اللي رسم بالكهف كان ما يصيد. طبعا النكته هنا يعني هي فكريه بحته، مفهوميه بحته. معدل عمر انسان الكهف 20 سنه، يعني 20 سنه يموت المعدل العام. ليش؟ لان لو ياكل اسد، لو يصير مصران اعور وما عنده علاج، لو تشك ما ادري شنو سلايه ويموت، ما عندهم اعمار طويله، يعني المعاناه بسرعه تاخذهم. وهذا الانجاز ماله حسبوا التايم اللازم لانجاز هذه اللوحه، لانجاز هذه الالاف من الاشكال. يعني افترضوا انه اليوميه هو ينام 6 ساعات والباقي يشتغل، راح يتطلب هالقد زمن، فاكيد هذا ما يصير.
هذا اكيد باقي بس يرسم هم يجيبون الحصه. شلون هذه؟ هذه قضيه مفهوميه. هذه القضيه المفهوميه اوحى بها كم ونوع وحجم الانجاز على جدار الكهف للعلماء حتى يستقرون هذا الافتراض. طبعا هو افتراض قد يكون وقد لا يكون، لكن بدي احكي لكم المفهوم شلون عنده سلطه وشلون يبث. بالمناسبه هذا المفهوم حاضر في كل الاعمال. شنو حاضر؟ هذا المفهوم لازم لاي عمل فني. كل عمل فني ما بي كونسبت قل او كثر لا يعترف به عمل فني. هاي شلون؟ زين يعني هسه هم نرجع لنفس السالفه، لعدو داوود مال مايكل انجلو بمفهوم، طبعا بمفهوم كلش هائل. المفهوم يتعلق ببناء جسم جمالي مثالي خارج المواصفات التي خلق عليها الانسان، وهو شكل ترقيعي، شكل خلينا نقول عليه شكل افتراضي، شكل يمنح الفنان، يفترض الفنان، يفترض مايكل انجلو. ولذلك هذا الشكل هو مخالف وغير حقيقي ومليان زيف، صح مبني على الهيكليه العامه للانسان، لكنه مليان زيف. يعني شنو؟ يعني مليان كونسبت، مليان تفكير. يعني كانه ما احنا ما مسولفين مايكل انجلو، لكن كانه مايكل انجلو قال مو رب العالمين يقول تبارك الله خير الخالقين، لا اذا انا مخالق من خير الخالقين شلون لعد؟ هو ده يقول لي اخلق، فانا راح اسوي، انا كرييت ات، انا خلقته، انا ميد ات هابن. يعني شنو خلقته؟ يعني اضفت من مفاهيمي اني على المفاهيم الافتراضيه السائده بين العالم. ولذلك هو جلجامش ما نحت، ولذلك هو صار متميز من خلال الإضافات المفهومية التي تغير من الأشكال والمادة والصورة والتنظيم الصوري والتنظيم البصري والتنظيم الإعلامي والخطابي اللي يتبثى أي أعمال فنية من خلال زخم الحضور المفهومي. بالمناسبة كل الفنانين كلهم على الإطلاق، دول اللي هم يعني تشوفون أعمالهم واللي يشكلون عمود التاريخ، يعني هم عبارة عن كتلة مفهومية. ويكفي أن أقول اسم واحد، يعني هسه أنا عدتها بأكثر من محاضرة ويا أكثر من جهة، من أقول لوحة الأعمى الذي يقود العميان، حتى أفترض أنتم ما شايفيها بروجل، وأعتقد قسم منكم ما شايفيها، أتمنى أن تشوفوها، وأتمنى من إناس أن أضيفها من تكتب المحاضرة حتى يشوفوها زملائها اللي ما شايفها. بس قلت هذا الموضوع رأسا أنتم صار عندكم يعني فتشوكين. شنو يعني أعمى؟ هو شلون أعمى ويقود العميان؟ هو أعمى ويقود العميان، يعني شنو المفهوم الكامل هنا؟ شنو المفهوم؟ كل اسم اللوحة وتطبيق اللوحة عبارة عن مفهوم أصلاً. الأشكال وهذا السرب مالهم والحفرة اللي منتظرتهم كلها عبارة عن مسرح، يعني عن مسرح يسوي بي الفنان سينوغرافيا، عرض بصري، ويسوي ميزانسين، يسوي هذا هنا وهذا هنا مثل المسرح يوزعهم. بس هي الفكرة خطيرة، من خلاه لو مخليهم فتحين ما له اي قيمة. بس من قال اعمى يقود عميان؟ هو اعمى وهم عميان. وتخيل يعني هو ده يشرح حال الشعب العراقي اليوم، قبل 500 سنة هو متنبئنا طبعا، وهي هذه حال مزمن للشعوب، حالة مزمنة للشعوب، يعني المستعبدة. ورصدها الفنان، شلون رصدها؟ رصدها مو مهارته بالانتاج، مو مهارته الحرفية بتطبيق الاشكال البشرية المطابقة للطبيعة مثل دوناتيلو، لا ابدا، هو خلاها من خلال اسم، يعني من خلال صفة. لو هسه بس لو هو قايل ذول مرضى الجدري مثلا، هم كلهم عميان ما لها اي قيمة، لكن خلال التايتلز العنوان، وهنا يكمن قضية المفهوم. طبعا شوف هاي الكلمة، كلمة المفهوم، كلمة العنوان، راح اصير لوحدها بعدين، راح اصير لوحدها جناح مستقل في الفنون، اللي هو راح نوصل لبنهاية المحاضرة، اللي هو الكونسبتشوال ارت، اللي هو الفن المفاهيمي. الفن المفاهيمي هو فقط كلمة تطلقها انت وتبتلي بيك العالم، تبتلي بفنك، مثل ما راح يسوي دوشام عندما يطلق كلمة غير مناسبة على منتج مناسب ويسمي المبولة، يسميها ينبوع. زين شوفوا، هذه الصورة المتمنات، هذه الصورة النهائية. يعني انت هسه من ترسم، ليش كل سطوح الفن، كل سطوح اللوحات اللي نفحصها بالاكس راي او بالجاما راي او نسوي عليها يعني محاولات صيانة واعادة تأهيل، نلقاها عبارة عن layers، طبقات واعادات؟ سبب، لان الفنان يكدح
ويكافح حتى يوصل لأقرب بنية مادية متكونة من الألوان والخطوط والإنشاء والتنظيم البصري والصوري، أقرب وحدة إلى الصورة الذهنية اللي بباله، أقرب وحدة إلى الصورة الذهنية اللي بباله. وبالتالي مثلا من نوصل إلى منطقة التجريد أو المنطقة الانفعالية، المنطقة الأدائية، أول الصور هي اللي يوافق عليها، لأن هو شو يشتغل؟ هو يشتغل باي تشانس، هو يشتغل على الصدر، وإذا ما عجبته يروح على وراها وعلى وراها، وكلهم يحتفل بيهن مثل أصلا مو مثل اللي يعزف، مثل اللي يتدرب على العزف، مثل اللي ينتج أصوات جميلة بس بدون معنى، بدون قضية يعني مركزية، لا هو أوبرا ولا هي مقطوعة موسيقية موجهة ولا هو تكليف يعني تصويري. وهكذا شوف المفهوم أخطر قضية، أخطر قضية تقودكم وتأثر على أعمالكم وعلى مستوى أعمالكم حقيقة، هي قضية المفهوم. والمفهوم هذا يعني كامل طبعا في كل الأعمال مهما كان التوجه، واقع صرف، تجريدي صرف، لابد من وجود. يعني هسه واحد يقول لي لعد هذا المربع مال مالفيتش، وين مفهوم مالته؟ وين اكو مفهوم بالمربع مالفيتش او مربعات مونديريان او البنائيه المرحه مال كاندينسكي؟ لا، شلون ما بي مفهوم؟ هذا شوف المفهوم هذا يعني التخلي عن الاشكال الحسيه والتحلي باشكال عقليه ينطيني تجلي مفهومي، تجلي مفهومي. هذا التجلي المفهومي يطلب مني أن أرتقي، أصير مثل الأفلاطون وأقول لا يدخلها إلا من كان عارفا بالهندسة، وأؤمن إنه هذا المربع هو جميل ويحظى بطاقة جمالية. بنفس الوقت يمكن أني لا أكون متعنت جدا وأنا ما أؤمن إلا بالأشكال المرسومة اللي بها تحدي. من قل التحدي؟ أنت من قل التحدي وآمنت بأنه الأشكال لازم بها تحدي؟ وين رحت؟ رحت على الأداء الاحترافي، على الأداء، وضعفت الأداء الفكري، ضعفت الأداء الفكري. المشكلة هنا هذه تشبه حادث شهير صار ويا بيكاسو. يعني قالوا له انت سويت يا بيكاسو، نحبك وما تشوف شفصة تسوى العمر، شكو قالها شنو التكعيبية، انت شنو انت تكعيبية شنو؟ بالمناسبة بداية بيكاسو ما كان مؤمن بالتسمية، يعني كان عنده قلق، فقالهم باعوا بغض النظر عن اي شيء. انا الان اليوم استلمت رسالة باللغة الانجليزية وانا ما اعرف اقرأ، ما اعرف انجليزية، فمشكلة الخلل مو باللغة، الخلل بي انا بيكاسو. المشكلة المفهومية حقيقة تحتاج قارئ نخبوي، يعني قارئ واعي، قارئ يفهم. وهذا طبعا دوركم، يعني دوركم أن تسلقون هذا السلم حتى يكون التعامل مع الكونسيبت تعامل احترافي مو تعامل كيفي. يعني اللي قرأوا رسوم الكهف وشافوا الإنسان مختزل والثور واقعي ما كان يفكروا مثلنا، لأن هم مو محترفين فن. فش قالوا؟ قالوا هذا يا أما يكون رسام آخر من جيل آخر من وقت آخر، يا أما يكون ما يعرف يرسم، يعني واحد آخر ما يعرف يرسم تولى البشر، وآخر يعرف يرسم تولى الحيوانات. طبعا تكرار هذا الحادث على مساحات واسعة وأماكن مختلفة وبأعمار متقاربة دحض هذا الرؤية، وبين وجود قضية، أكو كونسيبت، أكو مفهوم يحاول أن يغيب ملامح الإنسان ويأكد ملامح الصيد، يعني الطريدة، حتى تشخصها أكثر، حتى يطبق عليها مع يعني فعاليتها السحرية في أن يأسر شكلها وبالتالي يأسرها على يعني على الواقع على الوجود. وبذلك شوف الكونسيبت، ترى الكونسيبت لا يكمن في المنجز، ديروا بالكم، يعني هذا جوهر هذه المحاضرة. المفهوم لا يكمن في المنجز، المفهوم يكمن بيك أنت، يكمن بالمتلقي، بالقارئ. فإذا كان القارئ يعرف إنجليزي مو مثل بيكاسو يحلها لي قدام، وإذا كان القارئ متعثر يعني راح يعاني حتى يقنع نفسه، بين قوسين راح يقشمر على روحه، راح يكذب على روحه حتى يتفاعل ويا الكونسيبت، وهذا احنا ما نريده. نريد يرتقي بالكونسيبت حتى يكون يفهم على الأقل، بغض النظر عن التعاطف الإيجابي أو السلبي، لا القضية غير شكل. أريد من نشوف المربع
المربع واحد من أعلى الكونسبتات، من أعلى المفاهيم التي طرحها يعني مو بس الفنان، الابستمولوجيا كلها، نظرية المعرفة كلها، أعلى الكونسبتات طرحت 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 الأشكال الهندسية. والأشكال الهندسية تعرفون شنو علتها؟ أرجع أذكركم بها، لأن قلت لكم أقول أفلاطون، أكيد ما قريتوا أفلاطون. أفلاطون يقول كل هذه الموجودات اللي على الأرض ما فيها إحنا هي موجودات جزئية للصور، جزئية للموجودات النوعية، للصور النوعية التي كنا معها في عالم المثل قبل نزولنا إلى العالم المادي الحسي، وبالتالي إحنا نتذكرها يوم نستلمها ونعيد إنتاجها، وإحنا صورها على الإطلاق. منها طبعاً يأتي يعني الفكر، يعني الفكر المجسد والمشخص للذات الإلهية، على اعتبار أنه الإنسان على صورة الإله والإله على صورة الإنسان. وطبعاً هذا ليس بالمسيحية فقط، فقط اليهودية كلش تحرم ما بها مجال. احنا حتى بالاسلام نصل اكثر يعني الغالبيه المسلمه تجسد الله، تعتبره شاب امرد وعنده يدين ورجلين ويقعد على عرش وراح يباوع علينا ويباوع عليه، وقسم لا، قسم يعني متعصبين يقولوا لا ليس كمثله شيء ولا يشبه شيء. الفكره وين هنا شباب؟ الفكره انه فكره التجسيد، فكره التجسيد هذه فكره عويصه. كل الفكر المثالي الإفلاطوني يقوم على أنه كل الأشياء هذه الموجودة بما فيها الإنسان والخبزة هي صور لأشياء أكمل منها فوق، وأكو مسافة كبيرة بين هذه الصور الجزئية التالفة الموجودة اليوم علينا اللي تنقرض ويأكلها الدود مع الصور النوعية الأصلية اللي خالدة الباقية في المثل، إلا في الأشكال الهندسية. هكذا اعتقد إفلاطون أن الأشكال الهندسية هي أشكال هي الأكثر انطباقاً مع الأشكال العلوية الفوق، وبالتالي هي الأشكال الأكثر أفهمية، الأكثر مفاهيمية. ولذلك في أول تحرر كبير عند الفنانين، يعني حتى ينفلت من عقال المادية وأسر الورقة والشجرة والموت والعذاب والعرب، سوى الفنان قبل راح نزل مال إفلاطون الأفكار وحطها قدامه. هذا الجدل، هذا الجدل بين الفن والفنان والتلقي ورسالة الفن، ورسالة الفن جدل. هذا يقول عليه هيجل، الجدل يقول على الجدل، يقول ما يدفع النبتة للإنبات. يعني هاي البذرة ليش تنبت من الذبها بالأرض؟ أنت فلاح خليت نبتة حتى تنبت، ليش؟ هذا الحياة الفيتال، يعني هاي الحياة خلينا نقول الجنينية الموجودة اللي تولد قضية، بعدين القضية تركب نقيض القضية، ثم يتركب من بيناتهم مركبهما ويولد قضية، وهكذا. هذا اللي نقوله إحنا، الكونسيبت نفسه المتولد من الصورة الذهنية ومهارة الفنان والظروف الموضوعية اللي تحيط بإنتاجه، ثم البنية، والبنية تولد كونسيبت، والكونسيبت يولد، وهكذا. هذا التوليد حقيقة، هذا التوليد علامة من علامات تحولات الفن. وإحنا بدينا يعني بدينا المظهر الأشد بها، المظهر الأشد إنه كل المدارس على الإطلاق تنختم بمهارة بشكل تكعيبي، يعني بشكل هندسي، بشكل مجرد، بشكل مربع، بشكل كل المدارس على الإطلاق. يعني سيزان وين خلصها؟ كرة واسطوانة ومخروط. فان كوخ خلصها بهاي الاتجاهية التي هي شكل، حتى العشوائية بها هي شكل من الأشكال المنضبط اللي يحاول أن يكون يعني غير مطابق للطبيعة، أن يعني يكون مفهومي أكثر، يكون انفعالي أكثر، عاطفي أكثر، يكون شارح أكثر، يكون باث. يعني اللوحة ما تموت من الرسم، اللوحة اعتبارها من ذولي اللي نقول عليهم اللي يحملوها بالكونسيبتات. اللوحة يومية تشرح قضية معينة باعتبار الطاقة الهائلة التي تتشفر بها اللوحة. ولذلك قراءة ليلة نجمة يعني من تقرؤوها عدد من المرات راح تلقون أكو تنامي، على الرغم من يعني ما صدر عنها من أفلام ومن مقالات نقدية، لكن راح تبقون أنتم مو بس ليلة النجمة، 99% من الأعمال اللي هي ثبتت على جدار المتحف والذاكرة ثبتت بسبب البث الكونسيبتي، البث المفهوم العالي. وهذا البث الكونسيبتي ليس في العمل الفني، لا، هذا بيكم أنتم بالمتلقين بالقراء، ولذلك هو يتحرك بتحرككم. كل ما أجدتم باستخدام اللغة، كل ما كانت عينكم مثل عين الصقر، كل ما كان فكركم مثل فكر الثاقب مال قلقامش ومثل الرؤية مالته الذي رأى كل شيء،
كل ما اغتربتوا وانفصلتوا عن واقع الثقافة المحيط بكم، كل ما كانت رؤيتكم أكثر كونسبت، أكثر مفهومية. ولذلك يعني أتوقع من اليوم راح يقع عليكم عبء كبير. يعني يتلخص هذا العبء بأنه أنتم بعد صعب عليكم تشوفون عمل فني بدون كونسبت وتحترموا، ما تقدرون بعد من اليوم. يعني راح يصير بكم الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من اللوحة والناس، مو من الجنة والناس. زين، هذا حضور الفكر، حضور الكونسبت نقدر نستخدمه احنا. شلون استخدمنا التجريد والتعبير والسريالي كدالة لتنامي الوعي التقدمي التنموي بالفن. هنا بعد أشد، بعد أخطر، وجود الكونسبت هو دالة حقيقية وفاعلة لكل عمود الفن، لكل عمود الفن. بالمناسبة وجود الكونسبت بالفن هو الذي جعل الفن قضية غير مندثرة، ليس مثل العلم. ليش العلم ما بي كونسبت؟ العلم كله كونسبتات، لكن كونسبتات العلم تنتلف. يعني لا يمكن أن يكون عندي كونسبت جديد إلا على أنقاض كونسبت قديم، لا يمكن. يعني كورونا أرعبت العالم وأخذت بوش الحياة وخربت الدنيا وقطعت السبل، بس طلع اللقاح خلص. اللقاح هسه هو المفهوم، والحطام منه الحطام كورونا. كل الحياة العلمية يعني تحطم شيء وتبني شيء، راح باكر ورا سنة سنتين يطلع يقول دول اللي تلقحوا كلهم راح يصيرون قرود مثلا، ويكتب لنا غير مفهوم وغير قضية. بالفن ما عندي هيك. بالفن كل ما يطرح من كونسبت هو أصول لا تتغير. يعني ما عندي، شوف هسه من أجيب لوحة مربع، خلي نقول هذا المربع راسمه اليوم واحد من الطلب، وإذا هذا المربع نفسه راسمه مالفيتش ذاك يأخذ قيمة أكثر أصلاً. كل ما كان قديم، كل ما كان منقطع الكونسيب، كل ما كان قيمته أكثر. ما عندي إتلاف هنا، لكن مع الأخذ بالاعتبار أنه كل ما تقدمنا بالمعاصرة كان التسارع في التحول المفهومي تسارع كبير جداً، باعتبار أنه تنظيم المجهول للوصول للمعلوم أصبح يتم بمساعدة آليات كبيرة جداً، يعني هائلة جداً. يعني تعرفون أذكركم محاضرة حكيناها بالفصل الأول، أنه إحنا يعني لو تباعون حال الفنانين، وهذا درس كنت أدرسه يعني بالماجستير والدكتوراه اللي هو Technique of Great Painters in the World، تقنيات كبار الفنانين بالعالم، كنا نأخذها باللغة الإنجليزية بدلاً عن الدرس الإنجليزي اللي هسه تأخذوه. وإذا تشوفون الجنط مال الفنانين تيرنر وربرات وكونستابل، والله تنقهرون عليهم. يعني اسبوع هو يطحن بالازرق حتى يسوي له يعني فد متر ازرق باللوحه مالته، فشي سباي. بينما من اجوا الانطباعيين فكت عليهم. الان كل سهله، الان التولز الادوات بدات تسهل عليك. وهذا التسهيل، هذا الفاسيلتيز، هو من معطيات الفكر، من معطيات الكونسبت العلمي، وبالتالي سهلت على الفنان. اول ما طلعت الكاميرا على سبيل المثال، يعني دي لاكروا قال يلا، يعني بما معناه الكلام مالته طبعا، لموا جوالاتكم الفنانين، فنانين البورتريت، فنانين الواقعي، لموا جوالاتكم. بعد طلعت الكاميرا وحلت المشكلة، بعد ما عندي مشكلة. طبعا هو اكو اعتراض على هذا، لكن كمثال يعني كمثال على التحول التقني. الآن التحولات التقنية يعني أصبحت تساهم في دفع الكونسيبت إلى الواجهة، باعتبار أنه يعني تداول الكونسيبت، تداول المفهوم، تداول الفكر التطبيقي أصبح أكثر يسر، أكثر سهولة. يعني مو صعب، صار مو صعب عليك أن تنتج يعني كونسيبت ضمن أفكار. وتحول الفن يعني بدأ جناح مهم من الفن أن يكون بين قوسين هذه الكلمة طبعا، أن يكون كونسيبت خالص، أن يكون فني خالص. ولذلك أنتوا قد حاورتوا بيناتكم أنه الفيديو آرت مثلاً إجابة على الفنون التشكيلية، فن الجسد إجابة على الفنون التشكيلية. هذه الفنون شابه الكونسبت، شابه المفهوم، وحررها من المتطلبات المكانية للتشكيل، وجعلها عبارة عن برزنتيشن، يعني تقديم زماني للتشكيل فقط، يحتفظ بالمواصفات الزمانية. وطبعا هنا الـ يعني المفهوم هذه
المفهوم الكونسيبت هذه قضية سامية جدا، تتطلب التسامي، تتطلب ترانسكندنتال، وترانسكندنتال هذا تلكم عليه لازم تراجعوه شوية. عد كانت انتو اخذتوا الجدل صاعد ونازل، تعرفون بالجدل الصاعد احنا شو نسوي؟ بالجدل الصاعد احنا اول مرة نتحسس الاشياء، بعدين نظن ونستدل، وبعدين نعقل. عندما يكون مرحلة العقل يعني لامس المفهوم، لامس الكونسيبتات العلوية، وبعدين يرد ينزل من جديد بعد من امتلى مفاهيم لازم يجسد، فينزل بنفس الدورة. كانت ما عنده هذا، كانت ما عنده نزول أبد، يقول ماكو نزول خلص، وين تأرشف نفسك؟ كانت رؤيته فنية أكثر مما هي علمية، ما عنده تدور. يقول أنت وين ترش، وين تأثث نفسك معرفيا؟ خلص بعد هي هاي المنطقة الصفرية، ومنها تتسامى. التسامي يعني التحول من حالة إلى حالة ثالثة دون المرور بالحالة الوسطى. يعني هسه تعرفون الثلج حتى يصير بخار لازم يموع وبعدين يتبخر. أكو أحيانا الثلج رأسا يتبخر مثل ثاني أكسيد الكربون الجاف الجامد، هذا يسموه تسامي. فكانت يقفز يعني عنده قفزة، باعتبار هو قائد العصر التنويري، يقول ايش دعوة هاي؟ وليش ايش ننتظر؟ وليش احنا لازم على كيفنا؟ خلي نعبر هاي الخطوة. التسامي يعتبر سمة المبدعين، سمة الكبار، سواء بالأرض هذا يعني حرق المراحل، أن يعبر مرحلة بدون مرحلة. وبالمناسبة وما عدا جدل، كل جدل صاعد يبقى يرتقي يرتقي، وكل ما يصعد يأسس منطقة صفرية وينطلق منها، وهكذا هو تراكم الحضارة. ولذلك الكونسيبت لقى مدال أرحب بالكان عند كانت في فكرة التنويري، والكانتيين الجدد، وكل ما يتعلق بكانت يعني ورؤى العلمية اللي تحرر الإنسان من قيد، يعني من قيد التداولية المتكررة، إنه لازم عندي مادة وعندي صورة ولازم اللوحة جميلة والفتاة المرسومة مكتنزة والأشجار حلوة ولازم الدرنفيس اللي ضاربين بي صدر السيد المسيح يلمع والحبال لازم مضبوطة. هذا اللازم التقني. كل ما كانت المهارة الفكرية متقدمة على المهارة التطبيقية، كل ما سبب إحراج للفنان. الفنان من يتقدم في تجربته، خصوصا من يكون هو conceptual، من يكون هو مفاهيمي، راح يكون أكثر عطاء في مجال الفكر. وبالتالي بدلا من يرسم لوحة واحدة باليوم، هو يقدر يقدم 100 فكرة. ولذلك صار أكو مجال لتسويق الأفكار. وتسويق الأفكار هذا شلون تم؟ سريعة يعني الانطباعية، شنو المفهومية بها؟ خلي أجي من الانطباعية ومن الرومانسية، خلي شوية قبل الانطباعية. يعني الرومانسية مثلا الحرية تقود الشعوب، تذكرون هاي اللوحة؟ تذكرون هذه المرأة اللي باللوحة؟ عندكم يعني أتمنى أن تعرفوا شنو قصتها. هذه اللوحة قمة الكونسبت، قمة المفاهيمية. هذول الجواها الميتين كلهم هم الثوار، خربت المعركة، خرب خلص. وهذه بغي من بغايا باريس، تركت البغاء بلحظة سقوط الراية وإجت حملة الراية. طبعا هذا الحادث قد يكون هسه أنتم تستهجنوه، هذا الحادث تستهجنوه أنتم، شنو هالربوط، شنو هالعنفصة هذه، إيش دعوة إلا هذه؟ هذا الحادث مثل أكو بالقرآن، ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ذول ملكين تحدوا رب العالمين، قالوا له ايش خوصتنا بني ادم؟ هذا بد واحد سرسلي، هذا بد واحد مو خوش ادمي، مو خوش انسان، احنا احسن منه. قال لهم زين، انا زرعت بيه فتشيل اللي ازرعه بيكم تخربون؟ قالوا له مستحيل. فنزلهم هاروت وماروت، نزلهم ببابل. اول ما نزلهم ارتكبوا الخطيئه واكتشفوا العالم انه ذول الملائكه عصوا، وارتكبوا الخطيئه وبدوا الناس يطاردوهم شوارع بابل، وضمتهم بغي من بغايا بابل احتفظت بيهم، ارتضوا بالعذاب الدنيا ويم هذا البغي. ونفس الحادث هذا يتكرر بكل الحضارات. شوفوا هذا الكونسيبت، هذا المفهوم، شو يسموه المفارقة، يعني أن يأتي الفعل من مكان غير متوقع ومن قضية غير متوقعة. شلون وظف دي لا كروة؟ يعني عفاي النسوان، القاعدات، الحبابات، والشهداء، إلا جاب هذا، وبالتالي شكل صنع إيقونة مفهومية. كل الأعمال الفنية شباب، كل الأعمال الفنية اللي راح تشوفوها بيها إيقونة مفهومية
تشتغل بطريقة هذه الإقانة المفهومية قد تكون فكرية صرف، وقد تكون متوازنة بين الفكرية والتطبيقية، وقد تكون تطبيقية صرف. هنا عندي فكرية تطبيقية، بالنجي للانطباعية الكونسبت راح يكون تطبيقي أكثر، راح يكون عبارة عن مهارة يمارسها الفنان في التعبير عن دواخله، وبالتالي نقرأ السي في مال الفنان من الابليكيشن مال التلوين، ونعرف مهاراته، نشوف قوة عيونه، قدرته على تحليل اللون. لكن من ننزل من الانطباعية ونروح مثلا إلى سيزان، لا راح يعلن كونسبت بالرقات ويسوي رليف بالألوان ويسوي يشتغل ما يشتغل، لكنه بالحقيقة هو يقدم المفهوم في الوجود كرة واسطوانة ومخروط. هذا شلون مفهوم بعد؟ هذا شلون شو يصير بعد المفهوم؟ ومو بس هيجي، يخرب بين قوسين حطوا يخرب الأشكال المنطقية في أعماله لصالح هذا المفهوم. يعني كل أشياء يسيحها ويميحها ويعوجها ويحولها إلى جافة صلبة هندسية من أجل أن ينتصر لقضية المفهوم مالته، وبالتالي من أجل أن يقدم لنا أشكال تبرهن نظريته. تبرهن نظريته على أنه الوجود هو كرة وأسطوانة ومخروط. ولذلك شوف حتى من نجي ولذلك بالمناسبة لهذه العلة تحديداً سمي سيزان إمام الفن الحديث، بس هو إمام ما يشاور طبعاً. وبالتالي حتى من نذهب إلى تجربة فان كوخ، يعني فان كوخ في هذا الانفعال التعبيري مالته أيضاً قدم المفهوم، بل إنه كثير من التحويرات اللي يتعمدها فان كوخ مو لأن هو ما يعرف يرسم، والدليل يعني هاي الرؤية الساذجة السطحية التي قد تطلق مثلاً على أي فنان ينتج لوحة لا تطابق الواقع. وقيل عنه طبعاً، قيل عن سيزان، وسيزان بالبداية سيزان أقصي من الطباعيين مرفوضين رفضوه زين، وكلفوا أميل زولا أني يعني يحور شوية بشكله حتى يكون مقبول بأشكال منتجات الفنية، لكن يعني الظرف كان وياه وانتصر هو لصالح ما أراد، وكان هو إمام الفن الحديث. نفس الشيء بالنسبة لفان كوخ، أيضاً فان كوخ بهذا التحوير مالته، بهذا التشويه الكاريكاتوري المتعمد حتى للأشكال، مو بس للسماء، مو بس لليل النجمام، مو بس لشجرة السرو، مو بس للدكتور قاشل، كل الأشكال اللي رسمها فان كوخ كان يجري عليها تحوير مفهومي بين قوسين قد يصل إلى الكاريكاتور أحياناً، بالتالي حتى يضيف مفهوم، حتى يبث رسالة، يبث خطاب الوجع، وليس خطاب الترف والتنميق واليوتيبيا. هو سوى هذول يشتغلوا ديستوتيبيا، يشتغلوا المضاد اليوتيبيا، يشتغلوا المدينة الخربانة، المدينة الفاسدة، المدينة الفاسقة. وبالتالي هذا الخطاب المفهوم حقيقة يعني شكل قضية كلش مهمة حتى عند جوغان هذا اللي رص يعني قدم المفهوم المسكوت عنه، يعني المفهوم الذي يعني ذاك الوقت وهو يستقرأ خطر معين، خطر داهم على البشرية يتعلق بأصل وجود النوع على الحضارة على الكرة الأرضية، وكيف إن الأرض قد لا تستوعبهم في يوم ما. شوفوا هذا الحوار هسه اللي قلته وياكم وصلت به ذول الثلاثي المتمردين على الانطباعية ما بعد الانطباعيين، هذا العمود يمتد إلى ديكارت. ديكارت يقول أنا أفكر أنا موجود، هذا الكوجيتو ديكارت أكيد أخذته أنت بالفلسفة. وهذا يصاعد وجود الفكر ليس فقط في الفن شباب، وجود الفكر يعني الله أقصد في التشكيلي، وجوده في الشعر، وجوده حتى في العلوم. حتى العلوم أصاب هذا الكونسيبت وحورها بشكل جدا هائل. طبعا من نجي للتجريدية والتعبيرية اللي أخذناها، طبعا الكونسيبت يصاعد بهم كلش ويحتل مكان الصدارة على حساب التقنية، وعلى حساب يعني على حساب كثير من الأهداف المعلنة للفن التقليدي. وهكذا يعني من نوصل مثلا للسريالية، راح يكون الكونسيبت بها بين قوسين موجع جدا ومباشر جدا، وتكاد تكون السريالية غيل من ذيول الكونسيبت ومعطى من معطيات الكونسيبت، لأن نحن لا نحكم على العمل،
بأنه عمل سريالي إلا بقدر ما يعبّد من كونسيبت ومفهوم. ولذلك عندما ننظر إلى persistence memory ساعات اللدنة لدالي على سبيل المثال، أو ننظر إلى المسيح يجر صليبه، أو ننظر إلى كل أعمال الزرافة، كل أعمال دالي على الإطلاق وأعمال إخوان ميرو، كلها ننظر لها معبأة بالكونسيبت، معبأة بالمفاهيم، وتبث طاقة. أصلاً هي عبارة عن illustration للكونسيبت، هي عبارة عن السريالية كلها عبارة عن وسائل إيضاح للمفاهيم. وكل ما كان المفهوم الأولي أكثر جرأة وأكثر قوة، كل ما كانت هذه الوسيلة أكثر تقبلاً وأكثر تأثيراً وأكثر ثباتاً. شوف يعني من اشتغل على كونسيبت، على مفهوم الزمن، الزمن لأن يوجع الإنسان، الزمن هو المهدد، هو سبب وجود الحضارة. شباب، كل هاي البناءات، كل هاي الحضارة، كل هذا الحديد اللي تشوفوه، كل هذا الحرب، هو اللي يعني للصراع مع الزمن، للتسابق مع الزمن، ويريد يثبت الإنسان وجوده. كل هاي الملاحم سواها القديمة جلجامش وأوديسيوس وغيره وغيره وغيره، كله حتى يحاول يتمسك بالزمن. طبعا هيهات، مستحيل يعني، لكن هو هذا اللي حصل حقيقة، إلى أن وصل إلى فد علة، يعني علة حقيقة بعد ذولي بسرعة رد أطبلها، اللي هي يعني اليمو مبول الدوشام. هذا سوى فد سبق يعني خارق، بحيث نقرأ اليوم ما نقرأ في زمن 1917، لأن هذا من سوى، من قال هذه يابا أنا هاي المبولة خليتها، بس ترى هذه ينبوع، وهذا تهكم على يعني بما معنى مثل ينبوع أنجر الفنان الشهير رسم الينبوع اللي هو آلية مال الفوار، رسم حورية بجسد ممشوق هيش متلاشي شفاف كالبيض المكنون على قولتهم، تحمل هذا الجرة اللي يسيل منها الماء. لكن هذا هنا خل المبولة اللي ينصب بها الماء القذر وسمعها، هذا المصادر على المطلوب، هذه المصادرة مفهومية، هذا أسس لمفهوم جديد، كونسيبت جديد، استخدم كونسيبت هو وأسس لكونسيبت جديد يعتمد المفارقة المستفزة الصادمة، وبالتالي أسس تماما للفن الشعبي الأمريكي الذي يسمى الدادائية الجديدة. طبعا الفن الشعبي الأمريكي هو الفن المفتاح الأكيد لكل ما يتعلق بالconceptual art، باعتبار هو هذا الفن، هذا الفن هو سمي شعبي، يعني سمي شعبيا لأنه يبدأ من حيث انتهى الفن، وحيث يعني حيث يتقاطع الفن وحيث يرفض الفن، هو مرفوض المرفوضين تماما، ويحتفل بنفسه ويأكد نفسه ويطرح نفسه كconcept جديد للحضارة، اعتبارا من لوحة هاملتون ما الذي يجعل بيوت اليوم أو بيوت الغد مختلفة. وباعتباره من هذا العمل بدأ الفن يكون كونسبت خالص، مفهومي خالص، يبث خطاب مؤدلج، وبالتالي يبث من الساحة المجاورة للتشكيل، شوية شوية بدأ يسحف إلى الساحة المجاورة للتشكيل، وصولا إلى مثل ما حكيت لكم إلى الفيديو آرت والإنستليشن إن سبيس، ويعني السكرين آرت، فن الشاشة، وكل الفنون الأخرى التي تعتمد المفاهيم أكثر مما تعتمد التطبيقات. وكان مفتاحها الحقيقي في البوب آرت. طبعا بالبوب آرت حقيقة يعني إحنا نريد نستعرض الكونسبتات. تذكرون أنتوا تعرفون ليش الانطباعين انطردوا لأن يعني بسبب لوحة عارية على العشب مال ماني، وهذه اللوحة كان إلى جانبها، أنا حاجيها وياكم، إلى جانبها لوحة فينوس على البحر نايمة عارية، قالها فينوس والملائكة تلعب وياها. بس المشكلة لا عريها ولا عري الملائكة يشكل خطر، لأن هذه آلهة عريها مقبول، بينما عري هذه الشابة مع الأولاد اللي هم محتشمين واعتبر إهانة وخرق للناموس وللعادة. اللي سووه بالبوب آرت، شوف الكونسيبت وين، أكو عمل أيضا لفينوس مشتغلة روبنز اسمه فينوس تتزين في صالونها. أنتوا شايفين العمل بس ما تعرفوا لأن أنتوا مو هالقد مهتمين، وإذا مهتمين قولوا لي أوكي. العمل يمثل فينوس شعرها أصفر تمشط ظهرها علينا وقدامها مرايا، مشهور كلش. روشنبرغ جاب هذا العمل خلاه بالنص، نص اللوحة،
وخلى داير مدايره طبعا فينوس على البحر احنا نستحي نباوع عليه اثنين عليه، فاكيد في مخدعها مستحيل واحد يباوع عليه. روشنبرغ جاب، شوف الكونسبت، جاب هذا الفينوس حطها ايناس، هذا اريد اللوحه تنزل بالنصين، جاب هذه اللوحه حطها بنص العمل مالته وخلى داير مدايرها كل ما يسترق النظر الى فينوس، كل علامات المخابرات الامريكيه والنسر الامريكي والسي اي اي وثقب الباب وكل الاشياء واجهزه التسجيل كلها خلاها داير مداير فينوس تتلصص عليها وتنتهك حرمتها، حتى هي في مخدعها مو على شاطئ البحر مستلقيه ومرتاحه ونابليون مكيف يباوع على هذه العاريه وعايز يجي هنا. هذا الخرق المفهومي، انه لا للتاريخ لا للمقدس لا للحدود لا للممنوع. طبعا هذا المفهوم كان مفهوم خطير، وعلى اثره ارتكبت كثير من المخالفات التي تخرق التطبيقيه لصالح المفهوميه، وصولا الى يعني الى جناح خاص، يعني جناح خاص اسمه الكونسبتشوال ارت اللي هو الفن المفاهيمي، فن يغادر عمليه انتاج اللوحه. يعني فن بعد ما يحتاج استوديو ولا الستاند ولا السكيتش ولا يعني ولا السكيتش المخطط، قصدي يحتاج وين السكيتش ثينكينج، السكيتش التفكير. وهذا سكيتش التفكير يعني خلينا نختصره بعمل كرسي ثلاث كراسي، هذا العمل يضم كرسي مادي يعني كرسي حقيقي وصور بنفس الحجم للكرسي فوتوغرافيه ولافته مكتوب عليها من القاموس معنى الكرسي من القاموس. وهذا يختصر ما قلته ببدايه الاطروحه هذه، بدايه هذه المحاضره اللي طرحنا بها هذا الفكر، انه احنا عايزين يعني كرسي نحس به يعني نقدر نستخدمه، وهو يشمل البنيه، يشمل البنيه هذه وصورة الكرسي، ما نظنه كرسي ما نعتقده كرسي، ومعنى كرسي من القاموس اللي هو مفهوم الكرسي. وطبعا مستحيل هذا الكرسي يطابق ذاك الكرسي، لان يعني هذا المعنى هو منطبق ويانا ويا المثل العليا ويانا، احنا من كنا عايشين يم العرش، يعني ارواحنا من كانت عايشه يم العرش، يحمل عرشه ربك يومئذ ثمانيه وكان عرشه على الماء وكذا، يعني عرش هائل هو، ومستحيل هذا الكرسي يوصل له اصلا. وبالتالي هاي الرحله بين البنيه وما نظنه والمفهوم تختصر رحله الفن. والفنان هنا سوى فقط، سجلوا هذا المصطلح يمكم، فقط سوى عمليه اسمها الانتقاء، اكليكتيك انتخاب، هو فقط انتقى هذه الاشياء وصفط لنا اياها بتصفيط. هو موجود داير مدايرنا بس احنا ما عرفنا نسويه، هو عرف يسوي مثل الشاعر استنقى كلمات وخلاهن، وبالتالي احنا نقول الليل والبيداء تعرفوني بعد ما قلتها انت ولا متنبي، وهنا داير مدايرك خلص. يجي هو المبدع المفهومي رتب لنا ذن الاشياء وسوانا العمل الكونسبتشوال، وبالتالي طبعا على غرار الاف الاعمال، لكن سوى قطع الدرب عليكم. يعني هسه اذا صفى مثلا تجيب لي مزهريه وصوره المزهريه ومعنى مزهريه، راح اقول انا مو مالك، مالكوت هذه كرسي ثلاث كراسي يا معود، والله هاي مزهريه ابد. هذه الملكيه الفكريه طبعا حصنوا نفسهم بها، وبالتالي قطعوا الدرب وفكر بغير طريقه، فكر بغير طريقه. وطبعا الافكار ما تخلص والاشياء ما تخلص، هواية يعني هواية احسن الانسان ولاد الثينكينج حفرة، كل ما اخذت منها كل ما تكبر مو تصغر، ما تقل يعني تزيد عطاء. وبالتالي الكونسبتشوال ما كفت التطبيقات، بحيث فلت من عقال التشكيل التقليدي المعروف وذهب الى منطقة صار بيها الهابنينج، صار بيها الحدث، صار بيه يتناول الطبيعة، يتناول يعني فن الارض وفن يعني المؤسسات الجرافيتي، حتى هذا الجرافيتي اللي تشوفوه على البنايات والشوارع هو من معطيات الكونسبتشوال، من معطيات فشيء اسمه انفتاح العرض البصري، يعني الخروج من سطح التشكيل العادي الى السطح مو ال 3D ال 5D هسه صار. وبالتالي يبقى هذا المنجز المفاهيمي هو منجز تشكيلي يتخلى عن أطره التقليدية لصالح أطر فكرية ومفهومية. الحقيقة أنا يعني
أنا عادتي ما أطول ساعة يعني، أدري يصير عندكم ملل وتعب، قد أسوي ملحق لهذه المحاضرة حتى نكمل بالتفصيل بعض الأشياء تتعلق بالمفاهيم، أو إناس تتورع تكمل لنا عليها بالمحاضرة يعني أثناء ما تكتب، خل أشوف ساعة أسوي إناس حتى أنا أفضل أسوي محاضرة فرعية لكن ندخل تسلسل محاضراتنا. أشكركم شكر جزيل، وأرجو أن لا أكون أثقلت عليكم، وأسمع منكم إذا عندكم شيء. شكرا دكتور، تسلم، تعبناك ويانا دكتور. المحاضرة دزيتها لحضرتك بعدها يعني ننتظر تعديل إن شاء الله من البعض. مسؤوليتكم شباب، مسؤوليتكم أن تشوفون نفسكم وين. أكو جانب بالمحاضرة كلش قريب عليك، وأكو جانب ما تحب أنت، ترى أنت ما ملزم به، أنت ملزم باللي أنت الستايل مالك يشتغل وياه. تفهمون شنو؟ لأن أنت أعرفوا مطلوب منكم أن تشتغلون بالمهارات اللي أنتم تجيدوها، مو بالمهارات اللي تحاولون تتقمصوها شباب. أي نعم، أسمع منكم حبيبي. عفوا دكتور. اي زين، شكرا دكتور على المحاضره كلش حلوه، بس يعني سؤالي مو بخصوص المحاضره. هنا انا صار هواي تعدد بالمفاهيم، هسه حضرتك هم قلت انه انا طرحت هوايه اشياء وافكار من ناحيه الاساليب وحداثه ومعاصره والحركات زين. هاي الدكتور بالامتحان يعني شلون الا يعني سقطت؟ ما دام قلت امتحان الا سقطت. زين انا بالامتحان خلي اقول لك باخلي كلكم انتم أكثركم داوم عندي يعني وشفتوني بالامتحان. شوفوا انسوا يمي عملية التذكر، عيب عيب هسه بالقرن 21 احنا وفنانين ومستوى MA باشر من PhD، عيب علينا وعليكم ان نمتحنكم تذكر. اوكي انتوا لازم تعرفوها من حيث اصل، من حيث اصل، وانتوا قدها. انا متوسم فراغك، بس شلون تنطينا كمثال السؤال الامتحاني بالمجموعه يعني تزلني على يكون حواري استكشافي لما تحملوه من معرفه. هي بعد ما صارت هيك وخلصت تقريبا، ما بقى شيء بعد، بس هي هاي الامتحانات.